بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، على من جمعت كل الكمالات فيه، وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق، ولسه مكملين الحديث عن الحج. كنت بتكلم مع حضراتكم الحلقة اللي فاتت عن الطواف، وتحدثت عن أنواع طواف القدوم أو الزيارة أو العمرة، طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف النذر، وطواف التطوع. وقلت لحضراتكم إن الطواف له شروط، إنه يبقى على وضوء، وله سنن، وذكرنا السنن. ومن سنن الطواف أيضا إن الإنسان بعد ما ينتهي من الطواف أي نوع من الخمسة يصلي ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم، لقول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ركعتين خلف المقام في زحام، يصلي في أي مكان. الركعة الأولى يقرأ الفاتحة والكافرون، والركعة الثانية يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد. ومن السنة بعد الطواف وقبل السعي أن يشرب الإنسان من ماء زمزم. اشرب وتضلع واشرب من زمزم بنية الري يوم العطش، بنية صلاح الحال وراحة البال، بنية استجابة الدعاء، بنية العلم، بنية الإيمان، بنية الشفاء والدواء، بنية صلاح الذرية والأولاد. ماء زمزم لما شرب له، وسيدنا النبي قال: طعام طعم وشفاء سقم. ليشرب من زمزم بنية الشفاء ربنا يشفيه، بنية الشبع ربنا يشبعه. سيدنا أبو ذر ظل 40 يوما في الحرم معتكفا يشرب من زمزم بنية الشبع، يقول: حتى ظهرت عكن بطني، بقاله بطن من كثرة شربه من ماء زمزم. وسيدنا الإمام السيوطي شرب من زمزم بنية التبحر في العلم، فتبحر في 7 من العلوم كان أعلم الناس فيها. ده كله بعد الطواف. فبعد الطواف يجينا ركن أيضا من أركان الحج، اللي هو السعي. السعي بين الجبلين، بين جبل الصفا وجبل المروة. الصفا يعني الحجر الأملس، والمروة يعني الحجر الأبيض اللين. حجر أملس مأخوذ من صفا يصفو إذا كان خالص الصفاء، الصفاء خالص الصفاء. طب والمروة الأبيض اللين، وهما جبلين بين المسعى بجوار الكعبة المشرفة. كان زمان المسعى خارج الكعبة، إنما دلوقتي انضم المسعى للكعبة، بقى جزء من بيت الله الحرام. طيب هنروح عند السعي، خلاص اللي عامل الطباع هيغطي ايديه، وبعدين هيقف على جبل الصفا. الصفا تبقى الكعبة على شمالي، المروة تبقى الكعبة على يميني. السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، من الصفا للمروة شوط، ومن المروة للصفا شوط تاني، يعني رايح شوط وراجع شوط. أبدأ بالصفا وأختم بالمروة. دايما الصفا أبدأ عندها بالأشواط الفردية، الشوط الأول يبدأ عند الصفا، الثالث، الخامس، السابع. المروة هبدأ من عندها الأشواط الزوجية، الثاني،
الرابع السادس، يخلص السابع أخرج من عند المروة. طيب أعمل إيه في السعي؟ هقف عند الصفا وهقرأ الآية الكريمة، أقول كده أنظر للكعبة حتى لو أنا مش شايفها، أتوجه للقبلة وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به، ربنا بدأ في الآية بالصفا، إن الصفا، يبقى أنا واقف عند الصفا هبدأ السعي بالصفا وأقول كده لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأقوم ألف بظهري، أدي ظهري للكعبة وأبدأ الإيه الصفا. هنقول إيه بين الصفا والمروة؟ هقول لكم بعد الفاصل، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لحضراتكم تاني ولسه بنتكلم عن السعي بين الصفا والمروة. السعي قلنا هنبدأ بالصفا وهقرأ الآية وأقول أبدأ بما بدأ الله به، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. من شروط السعي أن يكون بعد الطواف، ما ينفعش أروح أسعى كده من غير طواف. من شروط السعي إن أنا أعمله بعد الطواف، بعد طواف العمرة، بعد طواف الإفاضة، أعمل السعي. طب لو أنا قارن وجمعت السعي مع طواف القدوم يبقى على طواف الإفاضة فقط. طب في العمرة طواف ثم سعي ثم حلق أو تقصير. طيب وأنا ماشي بين الصفا والمروة هيجيلي ميل أخضر، مكان كده فيه ضوء أخضر في الصفا ومكان تاني فيه ضوء أخضر بين الصفا والمروة في المسعى وأنا رايح وأنا راجع، ده أعمل فيه إيه؟ أهرول بينهما. الهرولة هي المشي بسرعة، تجري كده شوية، ولكن الهرولة للرجال دون النساء. طب لو معاك نساء والمكان مزدحم لا تهرول، امشي مشياتك العادية لحد ما تخلص الهرولة بتاعتك أنت وزوجتك تكون معاك، أو اسبقها ثم انتظرها حتى تأتي إليك. طب أقول إيه بين الصفا والمروة؟ أفضل دعاء رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم واهد السبيل الأقوم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم واهد السبيل الأقوم إنك أنت الأعز الأكرم. مش عارف تقول الكلام ده قل رب اغفر وارحم، مش عارف قل أي دعاء لربنا يفتح عليك بيه في الأدعية، ادعو الله بما شئت. أنت تخاطب الله جل وعلا، أي دعوة تطلع من قلبك لربنا قلها، يعني لا يشترط أن أنت تقول باللغة العربية ولا السجع ولا البيان ولا البديع، أبدا أبدا أبدا، خاطب مولاك جل وعلا بقلبك وقل يا رب علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، أنا يا رب بين يديك. وتذكر وإنت في المسعى بين الصفا والمروة ستنا السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل، هو أصلا السعي شرع تأسيا بالسيدة هاجر، هي التي كانت تهرول بين الصفا والمروة لتطلب الماء لها ولولدها الرضيع سيدنا إسماعيل، فأم ربنا كافأها وهي تهرول
وهي تأخذ بالأسباب لكن اعتمدت على مسبب الأسباب، وهي بتسعى بين الصفا والمروة، وصلت إلى سيدنا إسماعيل فوجدت الماء نبع من تحت قدمي، فكانت تقول زمي زمي للماء، فسمي زمزم بهذا الاسم. ولا زال الماء يتدفق ويتدافع من بئر زمزم حتى يومنا هذا، وسيظل إن شاء الله إلى قيام الساعة. يبقى الدعاء اللي أنا أقوله بين الصفا والمروة، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلت المروة وانت ماشي كده عشان ما تعملش زحام، توجه إلى الكعبة وادعو الله بما شئت. الآية بنقرأها أول مرة بس عند جبل الصفا، لأن بعض الناس بيخطئ، كلما وصل إلى المروة قرأ الآية، كلما وصل إلى الصفا قرأ الآية. لا، الآية بنقرأها مرة واحدة فقط عند بداية السعي عند جبل الصفاء، بعد كده ما بنقراش الآية، إنما بندعو. تتوجه إلى الكعبة عند المروة وتدعو، وصلت الصفا تتوجه إلى الكعبة وتدعو، ما بين الميلين الأخضرين تهرول تسرع في المشي تأسيا بالسيدة هاجر زوج سيدنا إبراهيم وأم سيدنا إسماعيل وأم المصريين رضي الله عنها وعليها السلام. بكده نكون أنهينا السعي. هنعمل إيه بعد السعي بقى؟ الحلق أو التقصير، هقول لحضراتكم بقى نتكلم عنهم الحلقة القادمة إن شاء الله. هروح فاصل دلوقتي وارجع لحضراتكم، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لحضراتكم تاني ولسه مع الفقرة الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم آمين. وصل إلينا هذا السؤال من إحدى المشاهدات تقول فيه: ما حكم أداء السعي للحائض؟ أقول وبالله التوفيق، ومنه العون والمدد والسداد والرشد. الطهارة في السعي سنة، ولا يشترط الطهارة فيه. ناخد بالنا من السنة إن أنا أبقى على طهارة في السعي. طيب الوقت دخل، والمرأة اللي عايزة تسعى أو تطوف اللي هتسافر تغتسل وتتحفظ وتطوف بالبيت الحرام طواف الإفاضة سبعا، ولا تصلي ركعتين لأن الحائض لا تصلي، وتذهب إلى المسعى تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. لا يشترط الطهارة في السعي، لكن هي سنة. طيب واحد بيطوف بالكعبة، وقلنا الكلام ده قبل كده، وانتقض وضوء، نقول له لازم تتوضأ. طيب أتم الطواف وصلى الركعتين وذهب إلى المسعى سعى بين الصفا والمروة شوط أو شوطين أو ثلاثة وانتقض وضوءه في المسعى، هل أقول له روح اتوضأ وتعالى كمل سعي؟ لا، لا يشترط الوضوء في السعي، ولا تشترط الطهارة في السعي. يجوز للحائض أن تسعى، لأن المسعى غير الطواف، الطواف زي الصلاة، ومن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، إنما السعي ليس طوافا، ليس كالصلاة. والمسعى أساسا كان خارج الكعبة، خارج البيت الحرام، فيجوز للمرأة الحائض أن تسعى بين الصفا والمروة، ومن انتقض وضوءه وهو يسعى فلا يشترط عليه أن يتوضأ، يتم السعي ولا شيء عليه. طيب ينفع أقسم السعي على يومين؟ لأن المسعى الشوط الواحد حوالي 700 متر، أنت لما تسعى بين الصفا والمروة حوالي 4 كيلو وشوية. طيب أنا ممكن أقسمهم على يومين، النهاردة 3 وبكرة 4؟ لا، ما ينفعش، لازم الموالاة،
الموالاة في السعي. استريح، أيوة استريح، اجلس بين الصفا والمروة استريح في أي وقت في أي شوط من الأشواط، ولو اشترطوا بعد تمام الشوط أبدا في وسط الشوط اجلس. عندك زمزم في المسعى اشرب من زمزم. طب حضراتك الصلاة صلي في أي مكان من المسعى. كذلك في الطواف لو حضراتك الصلاة وأنت تطوف اقطع الطواف وصلي وبعدين يبدأ الطواف مرة تانية. كذلك في المسعى لو حضرت الصلاة وأقيمت الصلاة صلي ثم أتمم ما تبقى لك من أشواط في السعي. ده بالنسبة لأحكام السعي بين الصفا والمروة. حاجة أخيرة هنوه عليها وناخد بالنا منها، المفرد للحج يسعى سعيا واحدا، يعني نوى لبيك اللهم حجا، جاء طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، خلاص كده يبقى سعى سعي الحج مرة واحدة. طب طاف طواف القدوم وذهب لعرفة ينفع أخر السعي مع طواف الإفاضة؟ ينفع، وينفع أجمع طواف الإفاضة مع الوداع وبعدهما السعي؟ ينفع. طيب القارن اللي قال لبيك اللهم حجا وعمرة مع بعض يسعى كم مرة؟ مرة واحدة. إما يقدم السعي مع طواف القدوم أو يؤخر السعي مع طواف الإفاضة. طيب المتمتع عليه سعيين، يسعى للعمرة مع الطواف مرة ويسعى للحج مع طواف الإفاضة مرة أخرى. يبقى المفرد والقارن هيسعى سعي واحد، المتمتع يسعى سعيا للعمرة وسعيا للحج. ربنا يفقهنا وإياكم في دينه ولا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم آمين. أشوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.